أكدت وزيرة الهجرة سهى جندي ثقتها في حرص المصريين بالخارج على المشاركة الإيجابية لاختيار رئيس مصر المقبل. وخلال لقائها مع طلاب أقطاب وأبناء الجالية المصرية في جدة بالسعودية ضمن حملة شارك بصوتك، أوضحت وزيرة الهجرة أن الحكومة تسعى إلى التحدث مع جميع الجاليات المصرية بالخارج بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية لتعريف المصريين بالخارج بآليات الانتخاب ومقار التصويت، والتي تنتشر في 138 مقرا انتخابيا بالخارج في القنصليات والسفارات المصرية.